خضري دايما لما حد بيكون سبب في ان انا احقق حلم وانا رحت حققته وراجع في الطريق وفي اليوم اللي انا رايح له فيه بقى بيكون جوايا مشاعر. المشاعر دي قلبي بيدق، مش عارف اقول له ايه، مش عارف اشكره ازاي، عايز احضنه. انت اصل كانت مشاعرك ايه وانت رايح له؟ مهما تقول مش هتوفي له حقه، مهما تقول مش هتوفي له حقه. مشاعرك طول السكه طول الطريق كانت ايه؟ فرحان ان انا راح اشوفه، وفرحان اللي هو شجعني، وفرحان ربنا خد بيدي ويده ورحت حجيت. كان المفروض احج قبلها بعشر سنين. طلعت امي ومراتي وانتظرت. وسبحان الله، انا حاسس انه ايه اللي انت حاسس بايه؟ مشاعرك، اوصف لي مشاعرك دلوقتي في اللحظه دي. بجيب سيرتهم، ربنا يرحمها برحمته. الله يرحمها. الحمد لله. الحمد لله. انت بكيت ليه من سيره والدتك؟ ربنا يرحمها برحمته. دكتور احمد، يعني احيانا بتبقى جوانا مشاعر بتخرج لما بنحط ايدنا عليها. ايه دايما المشاعر او الحاجات اللي انت دايما بتحسها دايما في شغلك مع كل اجراء انت او كل يوم انت بتمر بيه في جراحات القلب بخبرتك؟ دايما بتبقى مهتم ان المريض يكون كويس، ومهتم ان انت مش بس تعمل عملية والقلب يشتغل كويس. يعني انا دايما بقول للمريض انت جاي عشان ترجع لبيتك كويس، مش جاي عشان تصلح القلب وملناش دعوة بعد كده. دايما بحب ابقى عارف المريض ده قصته ايه، اهله عايشين معاه ولا بره، مين مرتبط بيه، ظروف شغله ايه. يعني انا فاكر مريض كان جاي يعمل عمليه وفضلنا شهرين مش عارفين نعمل عمليه لان هو اللي شايل البيت، وكل مره يكلمني يعتذر ويتاكد ان انا يعني مش هتخلى عنه. قلت له انا معاك، شوف ظروف بيتك. هو كان عنده ظروف في بيته وكان هو العائل الوحيد وما كانش عنده حد يشيل البيت الفتره اللي هيبقى فيها في العمليه دي. حاجات انا ببقى مهتم جدا ان انا اعرفها، مين هياخد باله منه، اللي هياخد باله منه فعلا كتير. بطلب ان انا اقابل اللي هياخد باله منه واطمن انه هيعرف يقعد بالمريض كويس. واذكر حالتين او ثلاثه انا رفضت اعمل لهم جراحه لما لقيت ان الشخص اللي المفروض ياخد باله من المريض مش هيقدر. مش هيقدر، مش هيقدر. كان مريض عنده 74 سنه واللي هياخد باله منها عنده 76 سنه. فقلت لهم يا جماعه ما يقدر على القدره غير ربنا، ما ينفعش. المرض نفسه مش هيأذيكي قد ان انت تطلعي من العمليه مش حد ياخد باله منك. فبتبقى دايما مهتم ان انت تخلي المريض مبسوط ومرتاح بعد العمليه. الحاجه الثانيه بمناسبه الحج بي بي بيحط جوه الواحد مشاعر قويه. لما بتفتكر عيلتك والناس اللي انت كنت معاهم دايما الواحد بيتاثر. والحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. قول لي يا حاج خضري، مش عايز ارجع لاحساس الذكرى ولكنها ذكرى عزيزه واحساس حلو انت بتفتكره، بس اكيد وانت بتقول سيره الوالده كان في حاجه في الـ كان مرتبطه، ممكن تكون مرتبطه بالالم، بالجراحه، بالعمليه ولا لا؟ والدتي يعني؟ انا ما قلتلهاش انا هعمل عمليه. ورحت الحج وجيت وما عرفتش. عرفت لما انا جيت. عرفت لما انت جيت. كانت هتزعل. بس كنت خايف تقول لها؟ عارف ان هي هتزعل. فما رضيتش اقول لها. ما رضيتش تقول لها. احيانا بيبقى حبنا للناس بنخلينا نخبي عليهم حاجات حتى لو احنا عندنا احساس ان شاء الله هنروح ونرجع بالسلامه. احد اهم الاسباب اللي مخلياني بحاول اوري للناس شغل جراحه القلب الكلمه اللي قالها عم خضري، اصلها كانت هتزعل. لان جراحه القلب مرتبطه بالخطوره وبالنتائج السيئه، وده مش حقيقي. النهارده جراحه القلب نسبه النجاح من 98 ل 99%. يعني لما انا اقول لحد او حد يروح يقول لاهله انه هيعمل قلب مفتوح، المفروض ان هم يبقى كانه عنده كسر في رجله ورايح يثبته، او كان عنده زايده ورايح يعملها، او كان في مراره هيشيلها. نسب الخطوره بقت قريبه. نسب الخطوره بقت قريبه. فاحنا امنيتي ان الناس توصلوا من ورا البرنامج ان جراحه القلب في معظم الحالات ما بقتش حاجه خطيره، بقت اجراء مش قادر اقول كلمه غير الانجليزي ستاندرد، او اجراء قياسي، لان الكلمه بالعربي برضه تقيله. هو اجراء له خطوات شبه ثابته بتكنيك شبه ثابت مع فرق مدربه، او يعني اتكلم على اللي انا اعرفه مع الفريق اللي بشتغل معاه
مدرب وعنده خبره، اقل واحد فيه عنده خبره على الاقل 10 سنين في المجال ده، على الاقل 10 سنين، على الاقل معظمهم يعني الفريق الـ كله اقل حد فيهم بقى له 10 سنين شغال كويس. فالنتائج بقت تقريبا بعون ربنا سبحانه وتعالى يعني شبه مؤكد النجاح. فلما حد يقول انه رايح يعمل اهل مفتوح، مش مفروض يبقى اهله خايفين؟ انا صادفت كتير موقف ان ناس بتعمل عمليه ومش قايل لاهله، مش لحد، ومش قايل لاهله، ممكن تاثر في نفسيته، وعندي اللي مش قايل لمراته، وعندي اللي مش قايل لاولاده، وعنده اللي مش معرف حد لانه خايف. انا مره جالي حد لوحده لوحده جاي يعمل عمليه، خايف يقول لحد، انا طبعا يعني بدات اتعامل معاه ومع اهله في الموضوع ده واوصل لصيغه، بس هو من كتر ما هو خايف على اهله، يعني هو شايل همه وشايل هم الجراحه وشايل هم اهله. فممكن ده ياثر حتى في سير العمليه بدون سبب، مجرد انه الناس بيقولوا له اصل انت هتعمل عمليه ممكن ما تبقاش كويس، اصل انت هتعمل عمليه قدامك 6 شهور على ما تخف، اصل انت هتعمل عمليه يمكن ما تطلعش. مش حقيقي، مش حقيقي بنسبه 98 يعني. نسب نجاح جراحات القلب في مصر بقت نسبه كبيره جدا جدا.